oh العم الشهيد رحمه الله في كتابه كلمه الامام الحسين صلوات الله عليه ينقلها عن كتاب التوحيد، هل قرانا كتاب التوحيد للشيخ الصدوق؟ لا هل قرانا كتاب الكافي للكليني؟ لا يقول عن عكرمه قال بينما ابن عباس يحدث الناس اذ قام اليه نافع ابن الازرق نافع كان واحد من الخوارج خوارج الان تشوفوهم يبغضون أهل البيت. ذاك الوقت كانوا موجودين. في كتاب المناقب المجلد الثاني باب إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول قال نافع ابن الأزرق لعبد الله بن عمر إني أبغض عليا ليش؟ على الأقل علي هو الخليفة الرابع عندكم. علي إما هو الخليفة الأول أو الخليفة الرابع، ليش؟ ماذا صنع علي حتى تبغضه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه واله من أبغضك فقد أبغضني؟ فقال له عبد الله بن عمر: أتبغض قال له ابغضك الله اتبغض رجلا سابقه من سوابقه خير من الدنيا وما فيها الشيخ مغني الشيخ محمد جواد المؤلف المشهور كان له حوار ويا واحد من البعيدين عن مذهب اهل البيت قضية مطولة لكن جزء منها قال له الله سبحانه وتعالى يعتبر عليا نفس النبي صلى الله عليه وآله في آية المباهلة يقول وأنفسنا وأنفسكم إذا النبي موجود ماذا تصنع المن تروح طبعا تلجأ إلى النبي الان بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله نفس النبي موجود ليش تروح على فلان وفلان بعد رحيل النبي نفس النبي موجود في حياه النبي ما تروح على النبي تاخذ دينك من فلان وفلان او من النبي بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله، ممن تاخذ دينك؟ من نفس النبي، الامام الحسين موجود ولكن نافع لا ياتي الى الامام الحسين، يذهب الى ابن عباس بينما ابن عباس يحدث الناس إذ قام إليه نافع ابن الأزرق فقال يا ابن عباس تفتي في النملة والقمل صف لنا إلهك الذي تعبده مثلا إذا محرم قتل نملة شنو حكمه روح على الأصل أنت تعبد أي إله من هو الله الذي تعبده أنت تعبد الله الذي خلقك أو تعبد إلها أنت خلقته في مخيلتك الراوي يقول فأطرق ابن عباس هالشكل يعلل يقول إعظاما لله عز وجل إما إعظاما أو لشيء آخر وكان الحسين بن علي صلوات الله عليه جالسا ناحية فقال إلي يا ابن الأزرق إذا تريد العلم المعرفة هذا بيت المعرفة فقال لست إياك أسأل ما أريد آخذ المعرفة من؟ الذين لم ياخذوا المعرفه من علي ومن الحسين انتهوا الى ماذا؟ راجعوا صحاحهم، شوفوا راجعوا كتاب التوحيد في صحاحهم، شوفوا الله اللي يصوروه كيف يصوروه؟ اللي ما اخذ معارفه من نهج البلاغه لازم ياخذ معارفه من اليهود والنصارى وامثاله قال لست اياك اسال فقال ابن عباس يا ابن الازرق انه من اهل بيت النبوه وهم ورثه العلم اذا تريد علم العلم في هذا البيت اذا تريد ان تعرف الله اعرف الله من احاديث هؤلاء فاقبل نافع ابن الازرق نحو الحسين فقال له الحسين صلوات الله عليه يصف الله سبحانه وتعالى كنز من المعارف، الله الذي نعبده، من هو؟ الإمام الحسين يبين لنا في هذا الحديث